امشي من قدامي، امشي هالحين لو عزة الله اجرك من شعرك ومرمغ وجهك بالطين. جربي يا زينة، خلنا فرج خلق الله عليك، لا تتحالين بروحك زايد. شنتي ما تريدين كان ما صلك ساعة واقفة تهرجين وياي. تخسي، ما ناقص علينا غير الهرج الشين الحريم ديرة الشيخ راجي. غزالة احفظي لسانك، احنا ما تعودنا نهرج هيك مع الضيوف. لا تعالي انتي يا العفرة وحكمي بيننا، هذه البنية من ديرة الشيخ راجي، دوم تيجي من راس الغدير وتملى الماء من هان، تريد تدخل بين بناتنا وحريمنا وتجيب لهن مراسيل من شباب ديرتها. مش قولتش باللي سمعتيه الضيفة؟ هن يسألين وانا جاوب. تكذبين بعد؟ غزالة، الضيف له علينا حق واحترامه واجب، وان شان الضيف تخطى حدوده يكون حنا اللي انطيناه المجال، وبهذه الحالة شيء من اللوم يقع علينا. وانت يا الضيفة، كان حريمنا سولفن وياك من غير ما يذكرنك انك لفيتي الغدير من غير ميعاد ربعك، فهذا الكرم اخلاق منهن، يستاهل تصونينه. انا ما سويت شيء، هن اللي يريدن. بناتنا ما هن بايرات يا الهنوف، وانت تعرفين زين ان رجال ديرة الشيخ سلطان تسد عين الشمس، وزود الهرج يتعب صاحبه. سمعيني زين، تزهمين الغدير انت وحريم ديرتك، معززين مكرمين، اهلك جراحهم ما طابت وهم اولى بيك. وانتن يا بنات اسمعني زين، الهرج اللي تخطى حدوده يجيب وجع الراس وتاليه قله القيمه، وانتن قيمتكن عاليه ما يجوز تدوسون عليها لجل كلمتين ما هن مكانهن. خلكن بحالكن، خلهن بحال. توخرتي، قلقت عليك. جيت من الطريق البعيدة لجل اتوكد ما بحد وراي. شلون قدرتي تطلعي؟ الشوق جابني، كأنك ما انت فرحان بشوفتي. شلون ودي شي انا افرح وانا تعبان مجروح؟ ذلوني يا مزنة، هل وديرتي ذلوني؟ الشيخ عقاب ما لقى غيري يتهمه بذبح اخوه نمر لاني ضعيف، كان وده يذبحني، لقيته ذبحني وريحني. لا تزعل يا حسن، اللي صار ما هو سهل. نمر انذبح بليلة عرسه، والشيخ عقاب اتهم الجميع ما هو بس انت. بس انا كنت متوكدة انك بريء، وهذا احنا مع بعض. باشر ابوك ينطيك الواحد عنده مال وحلال. لا، أجبرني مرتين واحدة ما يسويها مرتين ثانية. يسويها يا مزنة، يسويها. أظل ما يفكروا بسوالف القلب والعشق والروح، أظل يفكروا بالمال والحلال والنسب والحسب. القدر جمعنا يا حسن، وبكرة يوم جديد وحياة جديدة، توكل على الله. لا إله إلا الله. يوم أنا أشوفك يا مزنة تزول كل هموم الدنيا، أنا ما ودي شيء من هالدنيا غير أن نكون البعض. أنت ما تستاهل على وجهك أنت وياها، قاعدة تسولف مع البنية ولا كأنها كانت ودها تتزوج أخوي وتصير حرمته؟ ما تحترمون الميت أنتو؟ عند اللي مثلك وكاد ما بيها شيء، لكن عندي وعند الشيخ عقاب هذه كبيرة يا الحكيم. اكسر الهرج يا نواف ويكفي اللي قلته. وبتسمع اكثر من هيش بعد. وش اللي ودك تسمعني اياه يا اخو الشيخ عقاب؟ ودك تغلط وتهين وحنا علينا نطيع ونسمع؟ ما حزرت، هذه النوبه انا اللي ودي اقول وانت اللي ودك تسمع. اخوك نمر ما كان وده مزنة، كان وده يتجوزها لاجل يذلها لانها خيرتني عليه. انت شلون تهرج على اخوي نمر هيك؟ شلون؟ هذه هي الحقيقة، ويكون بعلمك
أنا ومزنة نهوي بعض وده تجوزها غصبا عن الراضي واللي ما هو عاجبه. بسيطة يا حسن، بسيطة. ما حركة قلبك ولسانك بعد ما كون نواف. وانت يا مزنة حسابك كبير معي، انا علمك من هو نواف. بسيطة. يبا علامك مزنة، وش بيه؟ لا ما بي شيء، بس اريد الحق احضر لك الزاد، ترخص لي. يا حلاته هالوجه، الله ما يحرمني منه. اسمع يما، وتياك تروح تقعد جنب ابوك وتتعلم منه. لك الحين تصير رجال، كل العربان تخاف منك وتحسب لك حساب. عافية يما. تدري يما، ما خليت شيء ما سويته للشيخ عقاب، لكن هو لا سامعني ولا شايفني. صبري يما، المرأة الزينة تصبر على رجلها، ولزوم الحال إن شاء الله يرجع مثل ما كان وأحسن. الله يسمع منك يما، دوم تنصحيني بالصبر ونصبر. هذا جاء الموعد يا فهد، باكر إن شاء الله نزهم للصيد. عدني حاضر وخيلي مسروجة. كفو كفو. سيل سيل. يا ساتر يا ساتر على أم العين. سيل سيل. يا ساتر يا ساتر على أم العين. سيل يا أبوي. إيش بك يا أبوي؟ شوف شوفني الحكيم حسن بسرعة يا فهد. أي والله أي والله. تعال يا عين أبوك تعال. يا أم سهل. ليه قلت هالكلام النواف؟ ليه هرجت قدامه باللي بينك وبين مزنة؟ كان لزوم أسوي هيك، لأنه اعتماد معي بالهرج وما يطلع له ولا يطلع لحد يهيني بعد اليوم ولا ياخذ مني اللي هو لي. يا حسن الحكيم، بي شي يا فهد؟ الشيخ عقاب يريدك ببيته بالحال. نواف عند الشيخ؟ ولده سهيل وقع بالنار وانحرق، هات خرجك وعجل. علامك، أنا عارف إنك رجل والرجل يصبر على الوجع. سلامتك. شلون يدها الحين؟ الحمد لله، الحرق جايب الجلدة ما هو غميق، والدواء اللي حطيت له إياه يبرد عليه ويشفيه إن شاء الله، لكن أنتم داوموا عليه. مشكور. ودك ياني بشي ثاني يا شيخ؟ اه سلامتك يا حسن. سلامتك. سلامتك. الله يسلمك. سلم عليكم. الله يسلمك يا حسن. اللي صار هذا تراه ما لم منك يا حسنة، ما لم منك انتي. كم مرة قلت لك لما يطلع يلعب لا تخلينا يلعب الحالة، ورا خليتيه. أقول يا عمة علمي بنتك وشلون الأمهات يراعوا عيالهم ما يغيبون عن عينهم.
بركان يا أخوي، أنا استويت مش قادر أكمل. استحمل شوي، في ديرة قريبة علينا هون، خلينا نلحق ندخل عليها قبل ما تليل علينا. يا رجل تركك منهم، خلينا نرجع. لا لقيناهم في الدير اللي قبل ولا راح نلاقيهم في الدير اللي بعد. هذول يمكن ضاعن أو يمكن ماتن، الله لا يردهن. شكلك نسيت التمتمة وانت ماشي بين الناس زي الكلب الذليل، مش قادر تتفرج بوجه واحد فيهم. بدك ترجع ارجع، انا راح اكمل، مش راح ارجع الا غوة بايدي، فهم؟ شاهد ما كنتش صاحي على حالي، يا دوب كنت بفتح عيوني وبرجع بسكرهن، كأني كنت بحلم، بخور، خيالات، تمتم غريبي مش فاهمي منها إشي، مش متذكري منها إشي. طب وما عرفتي من هي هاي المرة؟ ما عرفت، بس طول ما أنا نايمة كنت حاسة بنفسها جنبي، ما تركتني ولا لحظة. أول ما صحيت اختفت. غريبة هاي المرة، أنا مش فاهمة إشي. بس أنا فاهمة، هي تركت لنا قربة المي وشوية الأكل وهذا الخنجر عشان تحكي لنا إنه لازم نطلع من هون، هذا المكان مش أمين. وين بدنا نروح؟ مش مهم وين بدنا نروح، المهم انه لازم نطلع اول ما يطلع الضوء.